سبيسيال تنس على الحياة FM. أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على التروات www.الحياة.fm. برنامج سبيسيال تنس كالعادة يجيكم كل نهار حد في نفس التوقيت حصاد الأسبوع وآخر أخبار كرة المضرب على المستوى المحلي والوطني والعالمي وأخبار الفرق والنوادي مع أبرز الوجوه الرياضية على الساحة في برنامجنا اليوم. باش نتناولوا عدة مواضيع أبرز الحديث على أنس جبر تألق في أبو ظبي وهزمها لصاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو، كذلك الحديث على سهرة الأبطال في نسختها الثامنة اللي أقيمت بسوسة بأحد النزول وتكريم جامعة التنس أبطالها في سهرة كانت متميزة، وأخيرا الحديث على الدورة الودية في القيروان مع المدرب حسام الربحي مدرب بنادي التنس بالقيروان. وأكيد باش نبداو نحكيو في المحور الأول على تألق أنس جابر اللي تألقت بشكل ملفت للانتباه وأقصت صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو. نذكر أنه أنس توجت بميدالية العالمية للتنس الجارية في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالمركز الدولي للتنس في مدينة الزايد الرياضية، وتغلبت على السويسرية بيلاندا الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو بمجموعتين لواحدة بواقع 3-6 6-4 و10-8. وكانت أنس جابر قد تقابلت مع سويسرية يوم 3 ماي الماضي في الدور الثمن النهائي لدورة مدريد وانسحبت أمامها بسبب تعرضها لإصابة في المجموعة الثانية، وتعتبر بطولة مبادلات العالمية اللي أصدر عليها الستار من أشهر البطولات الاستعراضية في عالم الكرة الصفراء، وتشهد في هذه النسخة مشاركة عدد من نجوم اللعبة على غرار الإسباني رافائيل نادال والنمساوي دومينيك تيايم والروسي أندري روبيل والسويسرية بيلاندا والبريطانية إيما أودوكانو. على الرغم من قبول أنس جابر خوض المنافسة في آخر لحظة من انطلاق البطولة بعد انسحاب البريطانية إيما رادوكانو صاحبة لقب بطولة أمريكا المفتوحة بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا، لأن أنس جابر تمكنت من تقديم أداء كبير بجميع المقاييس لتؤكد جدارتها بالتواجد ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم. وكانت أنس جابر عبرت في تصريح سابق عن سعادتها بأن تكون أول عربية تشارك في بطولة مبادلات العالمية للتنس لهذا العام، وتستعد البطلة التونسية لجولتها الأسترالية التي ستختتم بالمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة واللي تأمل أن تحقق فيها نتيجة إيجابية بعد أن كانت أدركت العام الماضي الدورة الربع النهائي. وفي هذا الدورة الكبرى أنس جابر اللي حققت عديد الألقاب وفرحة جميع التونسيين. وكذلك باش نحكيو في المحور الثاني عن جامعة التنس اللي كرمت أبطالها في سهرة متميزة في نزل بأحد النزل بمدينة سوسة، حضور تونسي قوي من لجان الاتحاد الدولي، حيث نظمت الجامعة التونسية للتنس في نهاية هذا الأسبوع سهرة الأبطال في نسختها الثامنة وسط أجواء متميزة جمعت كل العائلة الموسعة للتنس التونسي بحضور ولي سوسة رجاء ترابلسي ورئيس الكونفدرالية الإفريقية للتنس طارق الشريف وعديد الوجوه الرياضية البارزة في التنس وفي اختصاصات أخرى، وكل أعضاء المكتب الجامعي تتقدمهم رئيسة الجامعة سلمى المولي اللي قالت في مداخلتها: نحن محظوظين أن البطلة العالمية أنس جابر التي رفعت الراية التونسية تكون معنا في سهرة الأبطال التي يعني أشرف على تنظيمها منذ 7 سنوات، واليوم هناك 300 لاعب ولعبة من كل الأصناف اللي ساموا في التكريم وتقديم ترشحهم وكانوا ساندوا أنس جابر. وتمنيت رجاء ترابلسي ولي سوسة وفرحت على المبادرة من جامعة التنس اللي قدمت الدعم المالي بالنسبة للأنس. وكذلك أكيد قالت أنس جابر أنه السهرة هذه شكرت فيها رئيسة الجامعة لكرة التنس مدام سلمى المولي واللي قعدت الدعم فيها في كل مرة، وكان حضرت سهرة الأبطال في نسختها الثامنة كل من أنس جابر وملك الجزيري والممرنين عصام الجلالي وكريم كمون الذين تم تكريمهم وعدد من رؤساء الجمعيات وصلة من الممرنين والرياضيين المتواجدين وأولياء وعائلات الرياضيين.
وقالت أنس جابر خلال الحفل: أنا سعيدة جدا بالتواجد مع الأبطال الصاعدين، والشكر للجامعة على هذه الاستضافة وعلى هذه المبادرة المتميزة. هذا بالنسبة للحديث على سهرة الأبطال في نسختها الثامنة اللي أقيمت بسوسة. باش نختموا بالحديث على الدورة الودية التي أقيمت بولاية القيروان مع المدرب حسام الرابحي، مدرب نادي تنس بالقيروان. مرحبا عبد الله، مرحبا بكم، مرحبا بالعباد اللي اختاروا تابعونا على امواج اذاعه الحياه فهم بالقيروان. شكرا في البدايه باهتمامكم بالرياضه وخاصه برياضه التنس وخاصه على مستوى ولايه القيروان، نادي التنس بالقيروان. بالفعل البارح يعني قمنا بتنظيم دوره وديه، الدوره هذه كانت جمعت بين نادي التنس بالقيروان ونادي التنس بسوسه. هي كما قلت في البدايه هي يعني دوره وديه، الهدف نتاعها كونه الجوالات نتاعنا يشاركوا يلعبوا لكومبيتيسيون. متعودين في العاده ان نعملوا دي تورنوا انترن، يعني الملاعبيه يلعبوا ضد بعضهم في دورة داخل النادي. السنة قررنا واخترنا أن بعوض ما نعمل تورنوا انترن نجيبوا كلوب آخر من برا ويلعبوا جواراتنا مع كلوب آخر كيما نادي التنس بسوسة واللي متسمي عليه يعني التنس في تونس الكل. دونك اخترنا أن ننظموا الدورة هذه باش الملاعبية يعيشوا الأجواء متاع الكومبيتيسيون، يتعرفوا على ملاعبية جدد يعني من خارج مدينة القيروان، وخاصة كيما تعرف أنه احنا في نادي التنس القيروان عندنا زوز حاجات، عندنا الكومبيتيتيف واللي هي يعني الملعبيه اللي قاعدين يشاركوا في الدورات الوطنيه، وعندنا الوزير اللي هما الملعبيه اللي يلعبوا سبت وحد واللي ما همش متعودين بمثل هذه الدورات. فقط ديما كما قلت في البدايه اننا نعملوا لهم دورات يعني انترن، الملعبيه يلعبوا في بعضهم يعني ولاد الكلوب يلعبوا كونتر بعضهم. فسنا عملنا الدوره هذه، كانت دوره حقيقه ممتازه ومتميزه ومتالقه بامتياز، روح رياضيه كبيره بين الملعبيه. تعرفنا على جوارات جدد، جوارات تعرفوا على بعضهم، تعرفنا على الاطار الفني اللي مشكور معناها اللي كان جاب حذانا لهنا للقيروان وجاب لهم اللعبيه نتاعو الكل يعني في تابع لنادي التنس بسوسه. يعني حقيقه اجواء كانت تتعدي ممتازه. اخترنا تايمينغ هذايا علاش؟ لانه تعرف توا الصغيرات في عطله، دونك احنا قلنا ما دام عطله خلينا نستغلوا الفرصه هذه ويلعبوا الدوره هذه. حاجه اخرى بالنسبه للصغيرات، نحن على مستوى نادي التنس بالقيروان كما قلت لك الوزير يعني مستنسين انهم يتلنوا سبر واحد، لانه ارتأت الهيئه المديره للنادي والاطار الفني للنادي انه السنه يعني في العطله هذه في عوض ما يترنوا نهارين فقط، نوليو رانيون في وسط الجمعه يعني نوليو يترنوا في كرواسيون بار سومين. نزيدك زياده عبد الله، كونهم صغيرات المهم مش متعودين باللي كومبيتيسيون هذوما. البارح كيف لعبوا الدوره هذه، هي الدوره تنطلق 8:30 نتاع الصباح، صدقني من 7 نتاع الصباح الصغيرات واقفين قدام باب الكلوب ويطلبوا فيا بالتليفون يقولوا لي مسيو انا وصلنا احنا توا قدام الكلوب، اي وقت اشتغلت علينا انت؟ 7 نتاع الصباح و6 ونص نتاع الصباح. كيف وصلت غادي عبد الله وقابلت الاولياء وشفت الاولياء اللي يحكيوا لنا على صغيراتهم اللي هما ذاتهم ما راقدوش لانهم يخموا خاطر اول مره كما قلت لك انا في البدايه اول مره باش يشاركوا في دوره كما هكا يعني مع نادي خارجي خارج ولايه القيروان. دونك من البارح قالوا لي صغيرات راهم ما نجموش يرقدوا وهما يخموا في اللعبه ويخموا انهم باش يلعبوا ويقولوا غدوه رانا باش نربحوا. دونك هذاك هو الهدف الاساسي، هي الفرحه الكبيره اللي موجوده عند الصغيرات انهم يحبوا يشاركوا يحبوا يربحوا حتى كيف لعبوا معناها وفهم فيهم شكون ربح وفيهم شكون خسر، يعني كانوا سلموا على بعضهم هكا الملاعبيه وتطوروا مع بعضهم وعملنا كليتور، الناس الكل كانوا خذوا الشيء سكو الملاعبيه نتاع نادي التنس بالقيروان والا جوارات اللي موجودين في نادي التنس بسوسه، كنا سلمناهم كؤوس رمزيه وميداليات رمزيه للملاعبيه باش نحفزوهم. وكانت فما يعني من قبل الهيئه الاطار الفني نتاع نادي تنس بسوسه والا الاطار الفني نتاع نادي تنس بالقيروان، كنا خممنا حتى انه ان شاء الله علاش ليه مثلا نخموا الجمعه الجايه نعملوا دوره اخرى ونتنقلوا احنا لسوسه ونلعبوا معاهم غادي، كان نزلوا جواريتنا من هنا ونلعبوا معاهم احنا غادي في سوسه، وتولي فما علاقات كبيره بين زوز نوادي. هي العلاقات من قبل موجوده بين نادي تنس بسوسه ولا نادي تنس بالقيروان، والحمد لله انه نادي تنس بالقيروان علاقته طيبه مع جميع النوادي
في مختلف يعني مناطق الجمهورية، على طيب حتى مع الجامعة التونسية للتنس يعني علاقة طيبة، خاصة وأنه نادي التنس القيروان يعني نشير لك عبد الله أنه راهو خرجنا جوارات عندهم باع وذراع في التنس في تونس. هذا جراس أكيد جراس للهيئة المديرة اللي وفرت كل الظروف والإمكانيات يعني للاعبين، وجراس هذا للإطار الفني اللي حقيقة ساهر يعني على راحة الملعبية وقاعد يقدم الملعبية كل ما عنده يعني من خبرة باش الملعبية نتاعنا يوصلوهم في التيران. وقاعدين نشوفوا دايور احنا في الريزلت تاع غيراتنا اللي حقيقة يعني قاعدين يعملوا في نتائج كبيرة برشا. دونك هذا هو عموما يعني شنو صار امبارح في الدورة الودية اللي صارت بين نادي التنس في القيروان ونادي التنس في جوج. شكرا لك حسام، يعطيك الصحة على كل الإضافات. كان معنا حسام الرابحي مدرب التنس بجمعية التنس بالقيروان، أعطانا أكثر تفاصيل على الدورة الودية اللي دارت بولاية القيروان اللي تألقوا فيها أبناء القيروان. كما قال حسام أنه نادي التنس بالقيروان خرج عديد اللاعبين على غرار خلينا نقولوا يوسف الأحمر، عديد اللاعبين اللي خرجوا من ولاية القيروان، وإن شاء الله تتواصل وتتنظم مثل هذه الدورات خاصة فترة عطلة، واستغلوا البادرة ذي وبادرة طيبة بين نادي التنس بالقيروان. لما لا تكون كل أسبوعين خاصة في فترات عطلة يكون سواء التظاهرة تكون في القروان أو تكون في سوسة كما شرح حسام الرابحي. شكر خاص لي في الختام الحصة. نذكر كنا تطرقنا إلى تألق أنس جابر في أبو ظبي وهزمها لصاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو. كذلك حكينا على سهرة الأبطال في نسختها الثامنة التي أقيمت بسوسة بأحد النزول وتكريم جامعة التنس أبطال في سهرة كانت متميزة ميزة، واختمناها بتألق نادي التنس بالقيروان. في الختام نشكر أحمد المخلوفي في الإخراج التقني، كذلك سيف اللي مرنا الصور، وكذلك شكر خاص مرة أخرى لأنس الهميم في تمرير المكالمة الهاتفية. عبد الله الحطاب كوتي ميكرو، ملتقانا الأسبوع القادم مع حصة جديدة من سبيسيال تينيس. سبيسيال تينيس على الحياة فم. سبيسيال تينيس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.